لمعرفة المزيد عن ملابسات الحادث ينضم إلينا من الكويت مراسلنا سعد العنزي. سعد، من هم هؤلاء النواب ولماذا جلسوا في مقاعد الوزراء؟ نعم، منذ نهاية مارس الماضي لم يتمكن مجلس الأمة من عقد أي من الجلسات العادية والخاصة، وذلك لرفض نواب المعارضة إتمام هذه الجلسات أو عقد هذه الجلسات إلا بعد صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب. هناك خمس استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء، ولكن طبعا رئيس الوزراء وبأقلية بمساعدة أقلية برلمانية تمكن من التصويت على تأجيل هذه الاستجوابات المقدمة والمستقبلية لأكثر من عام ونصف، ربما عام، قرابة العامين. وهذا الأمر يعتبره المعارضون تنقيحا للدستور وإبطالا لأهم أداة رقابة برلمانية على أعمال الحكومة، ويقولون أنهم إذا قبلوا بهذا الأمر فإن هذا المجلس سيصبح مجلس شورى ومجلس استشاري ليست له صلاحيات ولا يتمكن من أداء مهامه الرئيسية وهي التشريع والرقابة. إذن هذا الذي يحدث الآن هو إصرار من قبل المعارضة بأن تمنع عقد أي جلسة إلا بعد صعود رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء يقول أنه حصل على الأصوات الكافية واللازمة لتأجيل هذه الاستجوابات، وهناك طبعا مؤيدي رئيس الوزراء يتحدثون عن هذه الاستجوابات بعضها غير دستوري وأن بعضها قدم أصلا قبل حتى أداء القسم. نعم. هناك مشكلة كبيرة بين المجلس وبين المعارضة وبين الحكومة، واضح. تتعلق بأن المعارضة التي حصلت على أغلبية الأصوات تريد يعني تمرير أولويات رئيسية، منها العفو ومنها قوانين تخص الانتخابات وغيرها، وتريد وكانت اتفقت مع الحكومة على هذه الأولويات، ولكن طبعا لم تنفذ، وذلك هي تتخذ هذه الإجراءات. شكرا جزيلا لمراسلنا من الكويت سعد العنزي.